استعداد أول تبتدي الوالدة بالاستعداد بالأغراض والعفسة وهذه، وبعدين قبل لي رمضان بحوالي أسبوع أو تقريبا ثلاثة أيام تشوف الأطفال يحيوا برمضان، حياك الله رمضان يا بلقيرة والبيديان، بنات ورجال، أو قبل رمضان الصفار اللي الجدور يصلح الجدر حق الهريس، وهذه يمر على عدة بيوت يعني يصلحهم، وين صلحهم ذيك الساعة يعطيهم بيزاته. وبعدين ينير رمضان الوالد تشتغل، الفري يشتغلون وعندهم تعاون بالتوزيع وكل شيء يعني، وتشوف بعدين ينصر رمضان تشوف يلسون الأطفال عند المسجد من ثور المدفع ركيض البيت استمر تستانسين. هاي شغلاتهم يعني. وبعدين تصلي المغرب وصلت صلاة العشاء، وبعدين نبتدي الألعاب اللي بتلعب. عندنا طاش ومطاش، تعرف طاش ومطاش؟ يعني طاش ومطاش بطل غير شديد يبشي ووستي مكان غوي بعد توصلوا فوق السقف المقطع يعني. وعندهم بعد قلينة، وعندهم الصعقير، وعندهم الدوامة اللي صغير لبعض ما تحمل، وهم بعد دلين عرفون الصغير ما صيمونه، الصغير ما بصيمونه، صيمون الواحد يعني شايفين أنه يشد الصيام. وبعدين حارين على الصلاة وعلى الصيام. إيه وبوكين قال لك صلي في المساء، قل أي صليت؟ قال ما علي، يسأل المساء كله صلى معاكم؟ إيه عشان ما قص عليه أحما في مساحر؟ وقرقعون فيه، قرقعون كل راح يعني ما في حين قرقعون ما قرقعون، ويعطيك الصحة والعافية.